السلام عليكم من جديد في الكيز اوف ساينتفك ريسيرش كورس. بعدنا النهارده مع الكيتشر 16 بعنوان ساي هاب. هناخد في المحاضره دي، احنا قلنا طبعا ان في مشكله، وهي ان في بعض الابحاث انا ما بعرفش ان انا اخدها كبي دي اف او اخد البحث او احمل البحث كامل. في ابحاث، وده هنقوله كتير النهارده، الاوبن اكسس، الابحاث المفتوحه اللي اوريدي بتتاخد فور فري على جوجل سكولر، دي ما فيش مشكله. طب المشكله في ايه؟ ان في ابحاث تانية لا، صعب ان انا احملها من على جوجل سكولر. النهارده هنشوف ايه هي التيبس بقى للموضوع ده، وكمان هنشوف اهميه ساي هاب في ان هو يفتح لي الابحاث المختلفه. معاكم عبد الله الوكيل. ان احنا في شابتر 3 ريسيرش تولز وتكنولوجي، في المحور الثاني الداتا كولكشن. طبعا احنا كنا خدنا المحاضره اللي فاتت جوجل سكولر بالتفصيل يعني واستخداماته، وقفنا ان اوريدي في المشكله بتاع ان مش كل الابحاث بتفتح على جوجل سكولر. طيب السؤال بقى يا عبد الله، قبل ما نخش على ساي هاب، هل جوجل سكولر ممكن اعمل او في حاجات على جوجل سكولر تخليني او تساعدني ان انا افتح بعض الابحاث المغلقه او اللي مش مفتوحه او اللي هي مش اوبن اكسس؟ اه ممكن. تعالوا نشوف. لو جينا نبص كده، اول حاجه احنا بندور على الاكسس للابحاث اللي مش مفتوحه بالنسبه لنا. اول حاجه وهي من خلال اليونيفرستي، من خلال الجامعه بتاعتك. في جامعات او بعض او الجامعات يعني بيبقى ليها اكسس على مجلات معينه، بتبقى هي دافعه سبسكريبشن لمجلات معينه، فبالتالي الابحاث بتاعتها بتكون متوفره للناس اللي هي منتميه للجامعه دي ببلاش. طيب فده كان امبارح انا قلت، او المحاضره اللي فاتت، كان اهميه ان انا اعمل اكونت على جوجل سكولر واحط فيه الاكونت الجامعي بتاعي. طيب ده اول حاجه. الحاجه التانية من خلال الكورسبوندنج اوثر في البحث. احنا مثلا لو احنا نشرنا بحث بنوكل حد يعني بيكون مسؤول ان هو يرد على اي استفسارات خاصه بالبحث، فبالتالي ده بيبقى اسمه كورسبوندنج اوثر، ممكن ان انا ابعت له. تعالوا نشوف، وهكرر الكلام ده تاني متقلقوش في الشرح ده، ان الابحاث على جوجل سكولر في حاجة من اتنين. الحاجة الاولى ان الابحاث دي اسمها open access. يعني ايه؟ يعني انا بدخل على البحث اقدر اطبعه كبي دي اف، فده اولا او اول نوع من الابحاث اللي انا ممكن الاقيه على جوجل سكولر. طيب المشكلة بقى في ايه؟ في الابحاث التانية اللي هي مش open access، بنسميها ان هي محتاجة subscription او اشتراك، او ان انا ادفع فلوس علشان اجيب البحث ده. تمام. طب فهنا قلنا ان في مشكل. طب الابحاث اللي هي دي اقدر اجيبها ازاي؟ والله في طرق مختلفة ممكن احنا نجيب منها البحث حتى لو هو محتاج ان هو يدفع له فلوس. طب تعالوا كده نخش نشوف الاكزامبل ده. لو احنا جينا نخش على اللينك ده مثلا، البحث ده، فالبحث ده ايه اللي ظاهر لي او اللي بيكون موجود؟ مش البحث كله يعني على الموقع، مش البحث كله. امال موجود ايه؟ موجود التايتل، موجود الابستراكت، موجود الانترودكشن والجرافيكال ابستراكت اهي انترودكشن، و شوية حاجات بسيطة كده وخلاص، على كده ريفرنس وخلاص. طب باقي البحث فين؟ لا مش موجود. طيب انا عايز اجيب البحث واخده كمان كبي دي اف، فوالله قلنا فيه شوية حاجات. اول حاجة هنيجي نشوفها الاكسس ثرو تامتا يونيفرستي. انا مسجل على جوجل سكولر وعامل اكونت ان انا تابع لجامعة طنطا، وكمان حطيت الايميل الجامعي بتاعي، فعلى اساس كده بيتفتح لي اكسس من خلال الجامعه بتاعتي، ان الجامعه بتاعتي عامله سبسكريبشن وعامله اشتراك، ان انا اقدر من خلالها اجيب البحث ده. فده اول حاجه، ان انا حتى لو البحث بفلوس، ان انا من خلال ان انا بسجل على جوجل سكولر بالايميل الجامعي بتاعي، ان البحث ده يكون متوفر لي فور فري. طيب الحاجه الثانيه وهي من خلال الكورسبوندنج اوثرز، وده مصطلح اول مره هنقوله. Corresponding author ده بيكون موجود في البحث سواء واحد او اتنين. ده من يعني موجود ليه؟ موجود الايميل بتاعه، ان انت تقدر تراسل الدكتور ده، بحيث لو انت اصلا عايز تسأل على حاجات خاصة بالبحث، او في نقطة مثلا انت شغال عليها وهو شغال عليها، بس انت طلعت نتائج مختلفة عن اللي هو كان طلعها دي، فتقدر ان انت تتناقش معاه.
فلو احنا جينا كده ده corresponding authors دول، لو احنا جينا شوفنا كده ضغطنا هنلاقي ان هو عامل الايميل بتاعه. انا ممكن ان انا ابعت له على الميل ده واطلب منه ان انا محتاج البحث ده نسخة بي دي اف ان انا اقراه. طيب اولا على الميل طبعا هيجود، لان هو اصلا حاطط الميل ده والايميل بتاعه علشان الناس اللي عندها مشاكل في البحث تبعت. طيب هو هيبعت لك البي دي اف غالبا، ليه؟ لان دي من مصلحته، من مصلحتي انا كباحث، وقلت لكم دي معيار من معايير قوة الباحث، ان انا محتاج ان ناس كتير تاخد من الكلام بتاعي وتبني عليه، تعمل لي سايتيشن. فانا مثلا لو شغال على ريفيو، لو شغال على بيبر وعايز ابني على الكلام ده، فعايز اقرا البحث بتاعك علشان اوريدي انا بعد ما هقراه ولو لقيت هاخد منه معلومات عشان اعمل سايتيشن او ان انا ابني على الكلام بتاعك. فهي من مصلحته ان هو ايه يديك البحث. فده كده بالنسبة لجوجل سكولر، ان انا من جوجل سكولر اول حاجة ان اكسس من خلال الكلية بتاعتي، وتاني حاجة من خلال الكورسبوندنج اوثر. طبعا اصلا في حاجات بيكون متاح اللي هو بي دي اف على طول، فبالتالي دي من خلال جوجل سكولر الثلاث حاجات دول احصل على البي دي اف. هيبقى بقى ان لو ابحاث مش موجودة ملهاش اكسس على الجامعة بتاعتي، وكمان الكورسبوندنج اوثر هياخد وقت عشان يرد عليا، فبالتالي هيجي هنا بقى اهمية ساي. طيب لو احنا جينا كده شوفنا تاني داتا كولكشن، احنا كده خلصنا جوجل سكولر، تعالوا نشوف ساي هاب. ساي هاب هو ده اللوجو بتاعه، يعني لو احنا فتحنا ساي هاب هنلاقي اللوجو ده. ساي هاب طبعا هو موقع معتمد على ايه، لازم نبقى فاهمين اللعبة بتاعته عشان نعرف ان في مشكلة فيه دلوقتي. ساي هاب هو في مبرمجة كازاخستانية 2011 عملت الموقع ده. الموقع ده بيعمل ايه؟ هو عبارة عن هو بيهكر الابحاث الموجودة بشكل عام على المواقع المختلفة، ويبدأ ياخدها ويحملها على الموقع ده، تمام؟ طيب ده كده فكرة ساي هاب بشكل عام من 2011. طيب ساي هاب لو احنا جينا قبل 2021، الابحاث اللي قبل 2021 مفيش مشكلة، اي ابحاث، وهنقول ازاي بالظبط كمان ان انا اقدر اجيبها بصورة يعني 100%. الابحاث اللي قبل 2021 دي كلها ممكن ساي هاب يجيبها لي. طب المشكلة بقى دلوقتي ان الابحاث ما بعد 2021 المجلات المختلفة بدأت تقريبا ان هي تعمل زي اسلوب حماية كده تمنع ان ساي هاب يقدر ياخد الابحاث دي. فبالتالي جينا شفنا المشكلة دي في اواخر 2021، ان في ابحاث ساي هاب ما عادش بيقدر او مش موجودة على ساي هاب. ساي هاب في داتا ابحاث ممكن تقريبا توصل ل 65 مليون بحث يعني. فبالتالي هنتعامل مع ساي هاب بفوق 2021 وكمان افتر 2021 ازاي ان احنا نجيب الابحاث دي. تعالوا كده نشوف الابحاث اللي هي ما قبل 2021. ساي هاب اصلا علشان ادخله في لينكات كتيرة او لينكات مختلفة، علشان ان انا ادخل على اللينك المناسب ده محتاج يعني طب انهي لينك منهم ممكن يكون متاح. فانا في موقع اسمه لاف ساي هاب، الموقع ده انا ببحث عليه على جوجل عادي، بدخل على اول لينك ده بيعمل ايه. لاف ساي هاب ده بيجيب لي احدث، يعني بيعمل ابديت دايما بحيث يشوف افضل لينك موجود ايه. فهنا هو اللينك ده هو افضل لينك موجود لساي هاب دلوقتي، فباخده كوبي وهفتحه دلوقتي هيظهر لي السكرين ده، يبقى ده كده افضل موقع لساي هاب. طيب تعالوا بقى نشوف الابحاث بتاعتنا. احنا قلنا هنتفق ان الديل بتاعنا ان ماكسيموم لغاية 21، تمام؟ طيب قبل 21 وطفر بقى، يعني لو خلينا دي كمان 2000 تمام يعني. فبالتالي السكوب بتاعنا بس يكون اهم حاجة قبل 2021. طيب تعالوا نحاول نجيب اي بحث، اي بحث هحاول اجيبه هيطلع لي على ساي هاب، سواء حتى يعني انا ممكن ما افكرش. طب هاخده ازاي؟ باخد اللينك كوبي، يعني اللينك البحث كوبي، بعمل نسخ كوبي للعنوان وبروح على ساي هاب وبعمل بيست لللينك بتاع البحث.
هيظهر لي على طول او هيبدأ يحمل عندي على طول في سواء اللابتوب او في التليفون، فعلى طول بيبدأ يحمل. يبقى ده كده اي لينك، لو جينا نجرب اي لينك، تعالوا نشوف اي حاجة. ده 2022 اهو، يعتبر بحث جديد او حديث نسبيا. تعالوا نرجع كده ونحط اللينك ده، تمام. هنلاقيه برضو ان هو بدأ يتحمل عندي على اللابتوب على طول. فبالتالي دي ميزة ساي هاب، اي بحث اي بحث هيقدر يحمله، اللي باخد بس اللينك. في حاجة تاني غير ان انا اخد اللينك، او ممكن اخد الدي او اي، يعني ادخل على البحث مثلا اهو واخد الدي او اي، يبقى اللينك او بصوا البحث ده مثلا عشان اشتريه محتاج، او عشان اخده محتاج $39. طيب و في الاكسس من خلال الانستيتيوت بتاعي، لكن انا على طول بقى ان انا ممكن اخد الدي او اي. تعالوا سايت ذس ارتكل عشان اشوف المعلومات بتاعتها، او اجيب الدي او اي. يعني انتوا عارفين طبعا ايه الدي او اي ده، احنا شرحناه. فاخد الدي او اي ده بيكون افضل برضه، بس اوكي مش تفرق كتير. بس حاجه تانية اهو، باخد الدي او اي كوبي. تعالوا كده نرجع، وهنا بيقول ان انا ممكن اخد لينك البحث في ثانية واحدة. ممكن ان انا اخد ال URL او ال DOI، بيبقى افضل ال DOI. فانا باخد DOI بتاع بحث تاني اهو برضو. هنخش على طيب، برضو بدأ يحمل عندي، هو مش ظاهر بس هو بدأ يحمل عندي على اللابتوب. فده كده اول حاجة بالنسبة للابحاث، اي بحث قبل 21. طيب كده دي الأبحاث اللي هي before 2021. طب after 2021 بقى، تعال نشوف ازاي، او هل ساي هاب برضو ممكن يبقى في حاجة كده تخلينا نقدر نجيب الأبحاث دي. قلنا دي يعتبر مشكلتنا منحصرة هنا دلوقتي. تعالوا بينا نشوف، تعالوا نشوف كده لو خصصنا البحث من 2022 ل 2023 اللي هو بعد 2021، ده ظهر لي الابحاث اللي هي طبعا في التاريخ ده. تعال ناخد كوبي كده لعنوان او اللينك بتاع بحث ونحطه على ساي هاب ونشوف ادي بيست، نشوف ساي هاب هيعمل ايه. لو جينا نبص كده هنلاقي ان هو اولا بياخد وقت عشان يحمل، ده معناه ان في مشكلة. لما يحمل نشوف هيظهر ايه، ما ظهرش البحث. قال لي حاجة اسمها ميتشوال ايد، ده موجود. قال لي طبعا البحث مش موجود على ساي هاب زي ما انا قلت لكم. طيب الحل ايه؟ الحل هو عامل ده الحل التاني لساي هاب، او اخر فرص ساي هاب معانا قبل ما نشوف بقى حاجة تاني، وهي الميتشوال ايد. بيحصل ايه؟ هو جايب حتى السكرين دي، ان انا بعمل ساين اب، يعني بخش على الموقع ده وبعمل ساين اب وبعمل بوست ان انا محتاج بحث معين، تمام. وعلى اساس كده الناس اللي بتحاول، او الحد او الشخص اللي يعرف يجيب البحث ده هيبعته لك على طول. تعالوا كده نخش على ساينس هاب ميتشوال ايد. طبعا انت بتعمل ساين اب او بتسجل اكونت خاص بيك وبتعمل بوست، تمام. البوست ده بيكون عبارة عن ايه؟ ان انت بتاخد عايز ال DOI بتاع البحث. فانا هنخش كده على البحث اللي احنا كنا بنحاول نجيبه ده، وهنعمل ايه؟ هناخد كوبي لل DOI، يعني البحث ال DOI اهو متاح. فانا هاخد كوبي و هعمل ايه؟ والله هنروح هنا على الموقع ده وهنعمل بيست وكويك سيرش كده، هتجيب هو باقي البيانات الخاصة بالبحث. وعلى أساس كده لو حد سيف الدراف ده، لو حد رد عليك بيجي لك على الميل إن أنت طلبت البحث ده. مثلا أنا عملت البحث أهو وظهر للناس إن أنا محتاج. طيب اللي هيبعت لك البي دي اف على طول. فبالتالي دي الحاجة التانية، أو الأوبشن ساينس هاب فيرتشوال ايد، ممكن تكتبوه. طيب كده ده بالنسبة الحمد لله لساي هاب بيفور وافتر 2021.
كده الحمد لله في ريسيرش تولز في الداتا كولكشن، خلصنا جوجل سكولر وخلصنا كمان ساي هاب، بس فاضل ان احنا هنعمل ريفيجن سريعه كده على فكره ازاي افتح تاني الارتكلز المختلفه. وان شاء الله المحاضره اللي جايه هناخد طبعا الاي كي بي او الاي كي بي الاي كي بي ايجيبشن نوليدج بانك، بنك المعرفه المصري، وزين كمان هو ممكن يساعد. ان شاء الله المحاضره الجايه. تعالوا بس ناخد سمري ليه ازاي ان انا افتح الارتكلز دي تاني. احنا قلنا ان احنا في الارتكلز سواء بيبر او ريفيو، انا لو هي كلوزد او ان هي اوبن، لو مفتوحه تمام، لو كلوزد في ممكن استخدم ساي هاب او جوجل سكولر ذات نفسه، واحنا هنقول ازاي دلوقتي تاني، لكن لو اوبن فخلاص انا جاست هكليك واحمل البي دي اف. طيب تعالوا كده في ساي هاب، احنا قلنا اول حاجه ان انا بخش على موقع لوف ساي هاب عشان اعرف ايه هي المواقع اللي شغاله بصوره كويسه على ساي هاب دلوقتي. وجوجل سكولر قلنا ان من كورسبوندنج اوثرز ممكن اراسلهم ان هم يبعتوا لي البحث. الحاجة التانية إن ساي هاب ممكن لو الأبحاث دي بعد 2021 ممكن إن أنا أستخدم ساينس ميوتشوال إيد وأعمل بوست، لو حد قدر يجيب البحث ده هيبعتهولي. وقلنا كمان من جوجل سكولر ممكن يكون في أكسس ليا من خلال الجامعة بتاعتي على الأبحاث دي، فمهم إن أنا أعمل أكونت وأسجل الإيميل الجامعي. بس كده بالنسبة للquestions أو التاسكس النهاردة، أول حاجة عايز screen of your Google Scholar profile. هتحمل 5 articles يكونوا 2021 2022 2019 total 5 أبحاث، وبحثين كمان يكونوا 2022. بس كده تبعتله، هتبعته ان شاء الله التاسكس دي يا اما لل HR leader او على الايميل بتاعي عشان ان شاء الله تاخدوا شهادات. شكرا لكم، اشوفكم ان شاء الله في المحاضرة الجاية.